كل سنة في 1,500,000 شخص بيتشخصوا بمرض نقص المناعة المكتسبة. الوباء ما زال منتشر في أنحاء العالم، وحصلت كمية من الطفرات العلمية في السنين الأخيرة في السيطرة على المرض، السيطرة على انتشاره، لساعد العيانين المتعايشين مع المرض إنه يعيشوا حياة طبيعية، لدرجة إنه ممكن العيان يكون عنده أطفال، يتزوج، يعيش حياة طبيعية جدا جدا. مهم جدا إنه نقدر نسيطر على الوصمة المصاحبة للمرض في المجتمع عشان نقدر نسيطر على انتشاره. السيطرة على الوصمة حتتم بالتوعية، توعية المجتمع، توعية الناس الشغالين في الحقل الصحي عن المرض وعن سبل انتشاره. واحدة من الحاجات اللي الناس ما عارفاها إنه المرض ممكن ينتشر عن طريق المخدرات، والحاجة الثانية ممكن ينتشر عن طريق الاتصال الجنسي. فعشان كده إحنا لازم نوعي المجتمع إنه الناس تقدر تسعى لأنها تلقى التشخيص بصورة سهلة، وإنه العاملين في الحقل الصحي يتعاملوا مع المرض بطريقة طبيعية زي ما بيتعاملوا مع الأمراض الثانية زي السكري أو ارتفاع الضغط.